معانا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. دي تكمله سلسله التريلر رياكشنز اللي احنا بنعملها. زي ما كنت موضح في فيديو من الفيديوهات ان احنا هنعمل كذا تريلر رياكشن ورا بعض، وده هيكون التريلر الثالث تقريبا او الرابع اللي احنا بنصوره النهارده في التريلر رياكشنز اللي احنا المفروض نصورها. اللي معانا النهارده مش فيلم، اللي معانا النهارده مسلسل المفروض ان هو هينزل الشهر ده في اكتوبر على نتفليكس، وهو هو مسلسل اسمه ذا هانتنج اوف بيلي مانر. اللي انا كنت اعرفه ان المفروض ان المسلسل ده كان هيبقى الجزء الثاني او سيزون 2 بس بعنوان ثاني بتاع ذا هانتنج اوف هيل هاوس. ده اللي انا كنت اعرفه، بس اتضح ان اساسا ده ولا سيزون ثاني ولا اي حاجه، ده اساسا مسلسل لوحده. بس هو نفس المخرج اللي هو بتاع ذا هانتنج اوف هيل هاوس اللي هو مايك فلانيجان، ملوش علاقه بهانتنج اوف هيل هاوس. ده انا كنت فاكره جزء ثاني او سيزون 2 بس طلع كاست مختلف تماما، ومش اساسا ولا سيزون 2 ولا اي حاجه، ده مسلسل لوحده. ومفروض ان هو هينزل في اكتوبر الشهر ده بتاع سنه 2020 على منصه نتفليكس. مايك فلانيجان طبعا المخرج بتاع هانتنج اوف هيل هاوس، كان عامل افلام برده كتير اللي هو جيرالدز جيم واوكيولوس، وكان عامل ويجا الجزء الثاني اوريجين اوف ايفل، وكان عامل بيفور اي اويك، كان عامل كام حاجه رعب يعني. بالنسبه للكاست انا ما اعرفهمش بصراحه، كلهم بالنسبه لي جداد، مفيش غير 2 3 مكتوبين فانا ما اعرفهمش صراحه. التريلر نزل تقريبا من 4-5 ايام بس، مع الاسف لسه ما شفتش التريلر بتاع المسلسل، وانا بصراحه متحمس له جدا لمسلسلات الرعب، بالذات المسلسلات الرعب اللي على نتفليكس، لان انا شايف من وجهه نظري مسلسل ذا هانتنج اوف هيل هاوس كان واحد من افضل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها في حياتي رعب، ويمكن يكون الافضل حقيقي يعني. انا فعلا بجد استمتعت بيه جدا وما كانش ممل خالص، وبالعكس قصته حلوه جدا، وبجد فعلا كان فيه خضات كتيره جدا اللي انا فعليا بجد عجبتني يعني. ده مسلسل مع نفسه خالص، مش تبع هانتنج اوف هيل هاوس، ده مسلسل لوحده اسمه هانتنج اوف بيلي مانر. هتفرج على التريلر دلوقتي لاول مره، طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاك دلوقتي لاول مره. يلا بينا. So much. In a way, they'll always be here. المفروض هيتعرض اكتوبر 9. التريلر حلو بصراحه ومشجع ان انا اتفرج عليه، شبيه شويه بذا هانتنج اوف هيل هاوس، واللي انا مستغربه ان ازاي ده مش تبع ذا هانتنج اوف هيل هاوس، وعلى الرغم ان في كذا ممثل انا لقطته من التريلر كان موجود في ذا هانتنج اوف هيل هاوس، ما بينهم الولد ده اللي كان الولد اللي موجود يعني، اللي هو كان تقريبا كان شمام، كان 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 بيتعاطى يعني في الجزء الاولاني، وكان في اخدت بالي برده تقريبا كان في كارلا كوجينو او تقريبا الثانيه، وفي راجل كان لابس بدله، ده تقريبا كل دول تقريبا كانوا موجودين على فكره في ذا هانتنج اوف هيل هاوس. فانا برضو مش فاهم هو يعني ده جزء تاني يعني سيزون 2 ده ولا مش سيزون 2، فاللي انا ده اللي انا مستغربه. ودلوقتي دخلت على IMDb، دخلت شفت ان كتبوا جنب ذا هانتنج اوف هيل هاوس ذا تي في ميني سيريز، فهو شكله كده تقريبا هم ختموا المسلسل في سيزون واحد بس، فدي تقريبا قصه تانية شبيهه لهانتنج اوف هيل هاوس
بذا هانتنج اوف بيلي مانر. حتى اخدت بالي نفس رسمه البيت تقريبا هي نفس رسمه البيت اللي كانت موجوده في ذا هانتنج اوف هيل هاوس، بس تقريبا قصه تانية بقى خالص. وممكن تكون في كاركترز بتوع ذا هانتنج اوف هيل هاوس، بس دي قصه تانية خالص ملوش علاقه تقريبا بهانتنج اوف هيل هاوس، ده على حسب اللي انا فهمته يعني. ممكن بعد كده احنا بنتفرج على المسلسل نكتشف حاجه تانية خالص يعني، عادي جدا يعني. واو بس المسلسل شكله حلو. على فكره انا اتفرجت على مسلسل راتشد بس لسه ما كملتوش، فاضل لي تقريبا حلقتين، وبصراحه يعني مش قد كده المسلسل صراحه، وصدمني يعني. عشان كده كنت لسه بقول ان انا التريلر ده عجبني، ولما اتفرجت على التريلر بتاع راتشد لما عملت له تريلر رياكشن، واتفرجت على المسلسل بس لسه فاضل لي حلقتين، وبصراحه المسلسل لحد دلوقتي خذلني بطريقه مش طبيعيه يعني. هيبقى طبعا هيبقى له ريفيو يعني، ان شاء الله هكمل الحلقتين اللي فاضلين لي وهعمل له ريفيو. بالنسبه للمسلسل ده انا نسبه ترقبي للمسلسل ده 8/10، واتمنى ان هو يكون في نفس قوه مسلسل ذا هانتنج اوف هيل هاوس، لان ذا هانتنج اوف هيل هاوس كان بجد كان حلو قوي، واتمنى ان يكون المسلسل ده بجد نفس القوه بتاعه المسلسل الثاني. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن التريلر، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تدعموا القناه ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باتريون وباي بال في الديسكربشن. وباي باي.